ولذلك العلماء رحمهم الله علماء السنة إذا أخطأ منهم عالم كتبوا إليه ونصحوه وبينوا له خطأه، وإذا اشتهر خطأه ردوا عليه بمؤلف حتى يعلم الناس الخطأ الذي وقع فيه ويجتنبوه ويحذروه وحفظوا له منزلته وكرامته وعرفوا له فضله وإمامته في الدين في غير ما أخطأ فيه. وهذا من الرفق ومن النصيحة، ما هو إذا أخطأ في مسألة مثل ما يقولون بأسلوب اليوم مسحوا به الأرض وأنكروه وعدوه من أشد وأغلظ أهل البدع، هذا حمق وجهالة وظلم لا يليق، هذا لتعرف لمن هو حريص على تحري السنة وعلى طلب الحق، وأنه إذا عرف الحق بدليله قبله ورجع عن خطأه واعترف بذلك تعرف له منزلته وكرامته وفضله ولا ينقص من قدره، وفي بيان الحق له إعانة له على الهدى ووقاية له من أسباب الضلالة وتحذير للمسلمين من أن يقعوا في زلته. هذا من النصيح، الدين النصيح لأئمة المسلمين وعامتهم، وأئمة المسلمين صنفان، الحكام الأمراء، أمراء المؤمنين ومن يلي مسؤوليتهم من ملك أو رئيس دولة أو رئيس وزراء أو غير ذلك من المسميات، ونوابه في ولاية الدولة، ولايات الدولة المتنوعة الوزراء وامثاله، وكذلك العلماء، هؤلاء هم أئمة المسلمين، هم الذين تجب نصيحتهم ومحض النصيحة لهم والصبر على جورهم وغير ذلك، والرفق في نصيحتهم وذكر محاسنهم وعدم ذكر مساوئهم وثالبهم في المجالس والمجتمعات حتى لا توغر الصدور عليهم ولا تفرق الرعية عنهم ولا يفتح المجال للمغرضين وأصحاب المكائد والنفاق في تخذيل الناس وصرف الناس عنهم، تحفظ لهم مكانتهم. ولذلك من العلماء من أخذ عليه الزلة والزلتان في مسائل الأحكام، مثلا أن يكون قوله شاذا في مسائل الأحكام العملية، أو يكون عنده خطأ في بعض مسائل العقائد الخفية لتخفى على كثير من طلاب العلم لأنها دقيقة، فردوا على مقالته وبينوا الصواب فيما أخطأ فيه نصيحة له ونصيحة للأمة وإظهارا للحق وإظهارا للسنة، وحتى لا يستغل ذلك أحد من أهل الأهواء والبدع فيحتج بما وقع في هذا العالم من الخطأ والزلل، مع حفظ كرامته وبيان فضيلته وأنه لا يغمط في مكانه ومنصبه. هذا هو المتعين. هذه مسألة. المسألة الثانية أنه لا بد أن تعلم أن عامة المسلمين، عوام المسلمين في كل زمان ومكان تراهم أتباع لأهل السنة. ليش؟ لأنهم يريدون الحق، لأنهم يريدون أن يعبدوا الله جل وعلا بما شرع وعلى هدي وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله تعالى ليطاع ويتبع، وعلى فهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان الذين هم أعلم الناس بكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فعوام المسلمين تبع لأئمة السنة، ما هم تبع لأئمة البدعة. لو عرفوا أنهم أهل بدعة أبغضوهم وتبرأوا الله منهم، لكن مشكلتهم العوام أنهم يلبس عليهم ويخدعون
بزخارف القول وغير ذلك من التصرفات التي يخدع بها أهل الأهواء عوام المسلمين، فتراهم محسوبون على أئمة السنة لا على أهل البدع، وأئمة السنة هم الذين جعل الله لهم القبول في الأرض، وهم الذين أحبهم الله جل وعلا وحبب إليهم ملائكته ووضع لهم القبول في الأرض. فعوام المسلمين أتباع لأهل السنة ليسوا أتباع لأئمة البدع أبدا، لا بد أن يفهم هذا. ولذلك علماء السنة لما بلغتهم مقالات من أخطأ في شيء من المسائل العملية أو المسائل الاعتقادية الخفية كتبوا إليه ينبهونه بخطأ، يقيمون الدليل على أنه أخطأ ويبينون له الصواب نصيحة له نصيحة للأمة حتى يرجع، ورفقوا به ما عنفوه ولا كفروه ولا بدعوه، قالوا يلزم على مقالتك لو تصر عليها كذا وكذا من اللوازم، احذر واحذر أن يضل المسلمون بسببك. فأقاموا عليه الحجة وبينوا له المحجة وهو ما اختار، ولم يتبرأوا منه إلا لما أنه أصر على مقالته، بينوا أن مقالته خطأ أنه لا يجوز اتباعه عليها. لا بد من فهم هذا، وكون العالم تؤخذ عنه المسألة ومسألتان يخطئ فيهما في مسائل الأحكام العملية أو في مسائل فروع العقائد الخفية ما يعيب هذا ولا ينقص من قدره، كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. ولذلك في زماننا هذا وقع بعض علماء الحديث في مسائل أخطأوا فيها فرد عليهم وبين لهم وجه الصواب فيما أخطأوا فيه، بين للأمة ولم يغمطوا قدرهم ومكانتهم ولم ينكر فضلهم، ويذكرون بخير ويترحم عليهم، هذا هو المنهج الصحيح والسديد. يكون بعض من ينتسب للعلم يكون على منهاج متشدد مخالفا فيه لأهل السنة، كونه يتكلم في عالم من علماء الحديث ويقول أخشى ألا يكون مات على الإسلام وغير ذلك، هذه حماقة، حماقة، هذا جهل، هذا فتح باب وتجري أهلية صغار المتعلمين يعني يقدح في الأكابر علماء الأكابر وأهل الفضل ومن قربوا السنة بين يدي الأمة ونفع الله بهم وانتشرت مصنفاتهم ومؤلفاتهم في العالم جعل الله لهم القبول ببركة اتباعهم للسنة واجتهادهم في تحري الحق. وإذا قصر علمه قصر باعه في الوصول إلى الحق فهو مسكين يترحم عليه، يعرف له قدره ولا يغمط فضله، ويبين ما أخطأ فيه ويرد خطأه بالدليل والحجة. ولا ندعي لأحد العصمة إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الصحابة رضي الله عنهم من أخطأ في بعض المسائل العملية هو فروع العقائد الخفية بين خطأه والإخطاء فيه وحفظت له منزلته في الأمة، وبين وجه الصواب فيما أخطأ فيه والحمد لله. نعم.